فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز استعمال العطور التي فيها نسبة كحول 100%؟ إذا علمت إن فيها كحول ونسبة كثيرة ولا قليلة، علمت إن فيها كحول فلا يجوز استعمالها. الكحول خمر، لا يجوز استعمال الخمر لا في الطب ولا في العلاج والطب، ما يجوز هذا. الواجب إتلاف الخمر، إتلافها وعدم الاحتفاظ بها. لكن إذا لم تعلم وإنما مجرد شائعة ولا تدري، الأصل الحل الحمد لله، ما لم يثبت أن هذه العطور أو هذا الدواء فيه كحول، إذا ثبت اتركه وتجنبه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.